صباح الخير للجميع، مرحبا وأهلا فيكم بهذا المقطع الفيديو. رح نتعلم كيفية التسجيل بجامعة أوندو كوزمايز، وما بتنسوا كالعادة الشروط وجميع المعلومات رح تكون أسفل مقطع الفيديو. ندخل أول خطوة، رح تظهر قدامنا هيك، بنروح وبنضغط هون كرمال إنشاء حساب. أول خيار الدولة، الخيار الثاني هون نوع القيد اللي أنا رح أعمله. أول واحد عن طريق الجنسية التركية، أول واحد عن طريق الجنسية التركية. الطريق الثاني هو عن طريق يابانجي أويرو لوكلو نمرسم الرقم، رقم الممنوح، الرقم الممنوح لأجانب بتركيا. الخيار الثالث هو عن طريق امتحان اليوز تبع جامعة أوندو كوزمايز. الخيار الأخير هو دير أخرى. هلأ بالنسبة للأخوة السوريين عم بيحطوا بهذا الخيار، لما بيختاروا بهذا الخيار عم بيحطوا رقم 99، ما عم يمشي الحال، تمام؟ فبنختار دير بالنسبة للأخوة السوريين، أو بالنسبة لجميع الطلاب نختار دير. طبعا الطلاب اللي ما عندهم امتحان اليوز تبع أوندو كوزمايز، هون بنضع الاسم، هون نضع الكنية، هون تاريخ الميلاد، هون نضع اسم الأب، هون نضع رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم 99 التجنب بالنسبة للأخوة المقيمين بتركيا. هون بنضع الإيميل. طبعا انا دائما بنصح بالايميلات اللي بتكون من شركة جيميل. هون ذكر او انثى، هون كلمة السر اللي نحنا بدنا اياها تكون للحساب. برجع بكررها مرة تانية هون، تمام. هلأ صار هيك كل شي عنا، تمام. نضغط هون كادي طول، ننتظر شوي، تمام. هلا نحن عملنا حساب، طبعا الحساب اللي عملناه ما بننساه. هلا هون بنرفق صورة شخصية، طبعا هو محدد الصيغة. انتظر بس الصفحة لبين ما تتحمل، بنختار نرفع الصورة. تمام، أعطيها للتحميل. تمام، نزلت الصورة. هلأ المعلومات الشخصية، تمام، نحن عبيناها. هلأ هون معلومات التواصل، نضغط هون تعديل، هون نضع بأي مدينة، هون نضع إلتا. يعني هلأ مثلا كيف أعطيكم مثال عن هدول. هلأ مثلا أنا هون بالمدينة حطيت مثلا إسطنبول، تمام. انا باسطنبول مقيم، باسطنبول انا مقيم، ولكن الالجا هي افجيلار او مثلا اسينيورت، تمام. يعني مثلا هون بحط كهرمان مرعش، هون بحط مركز او مثلا تورك اوغلو، انه المنطقة الصغيرة اللي تابعة للمدينة هن بيسموه الجا. هون بنضع رقم الهاتف، هون كمان بنضع رقم هاتف تاني، هون بنضع عنوان البيت، بعد هيك نضغط هون، تمام. هلا هون ايتين بالجلرة، بنضغط هون. هلا هون معلومات الثانوية بأول خيار مكتوب لحالة ثانوية، هون بنضع اسم الثانوية اللي درسنا فيها، هون الدولة، هون المدينة، هون نظام العلامات تاعي أنا من قد ايه، من 36، من 4، من 100، من 1000، بحط نظام العلامات تاعي. هلا هون معدل التخرج، أنا معدل البكالوريا قد ايه كان؟ مثلا 90. هلا هون تاريخ التخرج، أنا ايمتى انتهيت من البكالوريا.
بعد هيك بهذا الحقل بنرفق الشهادة، وبهذا الحقل بنرفق كشف العلامات. هلا بخصوص الطلاب السوريين اللي مقيمين بتركيا ويدرسوا بكالوريا، تمام، بأول حقل بيرفقوا يتم درون بلقسة، بالحقل الثاني بعض الطلاب معه نوت دوكومو بيحسن يضيفها أو بيحسن يضيف الأورانجي بلقسة. بخصوص للطلاب اللي معهم فقط، بخصوص الطلاب مثلا اللي معهم شهادات الليبية، هي بتكون فقط شهادة من ضمنها العلامات، في يكررها مرة هون مرة هون. مين في كمان عنا؟ بخصوص كمان طلاب العراقيين، كمان هون بيرفق الشهادة الجدارية، وهون بيرفق الشهادة اللي فيها العلامات. وبالنسبة للطلاب اللي بتكون شهادته فيها الدرجات ومو عنده شي تاني، بيرفقها هون وهون. بعد هيك أعطي إضافة. ننزل لتحت كمان، هلا هون سيناو بالجلرة بالقسة، سيناو بالقسة. هلا هون بنضيف الامتحانات، امتحانات اليوز المتوفرة معنا، إذا كان متوفر معنا امتحان اليوز. هلا مثلا كمان بالنسبة للأخوة اللي معهم شهادات سعودية، بإمكانه يضيفها هون توجيهي. هلا نحن مثلا شو معنا امتحان، انا الطالب معه فقط الشهادة الثانوية، فبيختار الشهادة الثانوية وبيختار نظام، بيختار نظام العلامة هون. هون سنة البكالوريا تبعه امتى كانت، وهون مثلا معدله. وهون بنرفق الشهادة. برجع بكرر هون فقرة الامتحانات، أنا ما معي يوز، دي أنا فاضل على شهادة البكالوريا، فبفتح هون وبختار شهادة البكالوريا، تمام. بالنسبة للأخوة العراقيين والمصريين، وبالنسبة للأخوة السوريين، وبالنسبة للأخوة اللي معهم شهادات المعياري وإلى آخره، بيختاروا هذا الخيار، الشهادة الثانوية، تمام، وبيعبوا المعلومات اللي شرحتها، بيعطوا إضافة. أنا مثلا معي أكتر من يوز، فيني أضيف قد من بدي، برجع بدخل وبضيف مرة تانية لحتى أنتهي. هلأ أضفنا الامتحانات. هلأ هون الترجيحات، ثواني شوي، الترجيحات ما ظهرت، في مشكلة عندي. تمام، هلأ اختار اسم الثانوية، تمام، اللغة التركية، مستوى باللغة التركية جبير، تمام. هلأ هيك ماشي نظامي. هون الرغبات، هلأ هون جينا للرغبات. طبعا كل شي مكتوب عليه اون ليسانس او يكسك اوكولو، فهذا يعتبر معهد. وهي الإشارة، هي الإشارة معناتها إنه هذا أكنجي أرتم، بيكون الدوام مسائي وبيكون مأجور. في كمان ملاحظات، كلمة ليسانس معناته إنه هذا الفرع يعتبر كلية دراسته 4 سنوات وما فوق. بس أنا اخترت طب، اخترت رغبة تانية، رغبة تالتة، تمام، أنا اكتفيت في هدول فقط، تمام. طبعا هون بنختار الثانوية تبعتنا، يعني انا مباشرة بس دخلت لهون بفتح هذا الخيار، هو حاطط لي فقط هو انه انا بدي فاضل على الثانوية، تمام. بعد هيك نضغط هون، هلا هيك بيكون خالص التسجيل. بدخل هون بشوف الفورم اللي انا عبيته واشتغلته، بعطيه طباعة. هلا الطباعة راح تكون ملف التسجيل تبعي اللي انا اشتغلته، تمام، هذا هو ملف التسجيل، بامكاني احتفظ فيه. طبعا الجامعة ما بتحتاج لارسال اوراق، وفقط التسجيل هو تسجيل الكتروني.
وبتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. أخوكم بالله علي النبهان.